مساء الخير واهلا بحضراتكم في هذه الساعه الاخباريه من استوديوهات سي بي سي. النهارده وزي ما تعودنا في اليومين اللي فاتوا هنبص على اهم الاخبار السياسيه وهنتابع كمان الموقف الامني المحتدم. طبعا زي ما حضراتكم عارفين هناك تشديد امني في انحاء القاهره الكبرى، هناك بقاع مشتعله في سيناء، وهناك في نفس الوقت مشاورات تجري لتشكيل الحكومه التي يراسها دكتور حازم الببلاوي. هنتكلم على كل ده، وكمان هنستقبل ضيفنا الهام وهو استاذ العلوم السياسيه واحد اهم المفكرين السياسيين في الوقت الحالي دكتور حسن نافعة، هيكون معانا في النصف الثاني من هذه الساعة الإخبارية. عايز أفكر حضراتكم بمبادرتنا، مبادرة صندوق دعم مصر، المبادرة التي تتبناها جميع وسائل الإعلام وكافة مؤسسات الدولة، وهي إن حضراتكم تروحوا تتبرعوا على صندوق رقمه في البنوك المصرية هو 30-6-30-6. أي أموال هتروح لهذا الصندوق ستكون تحت تصرف رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية وحده، ويضعها في المشاريع التنموية الهامة اللي ممكن تفيد البلد في الوقت اللي احنا عايشينه ده. اسمحوا لنا نخرج لفاصل قصير وبعدين نرجع علشان نبدأ مع حضراتكم هذه الجولة الإخبارية الهامة من سي بي سي. أهلا بحضراتكم مرة تانية في ساعة إخبارية من سي بي سي. النهاردة أهم حدث بيشغل المشهد السياسي هو بدء دكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة المكلف بلقائه مع عدد من المرشحين. المفترض أن على مدار النهاردة وبكرة يلتقي دكتور حازم الببلاوي مع عدد كبير من المرشحين لشغل الحقائب الوزارية. متى تعلن الحكومة وما هي أهم الأسماء المرشحة أن هي تدخل في قائمة الوزراء في 48 ساعة المقبلة؟ معنا في الاستوديو الأستاذ عزت شعبان مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في شؤون رئاسة الوزراء. مساء الخير يا أستاذ عزت. مساء الخير عليك وعلى ضيوفك. أهلا وسهلا أستاذ عزت. إيه هي الأهم الأسماء اللي احنا متوقعين نشوفها في القائمة النهائية للوزراء، ومتى يعلن التشكيل النهائي للحكومة؟ هو مبدئيا خليني اقول ان الدكتور ببلاوي بدا اليوم اللقاءات الفعليه في مقر مجلس الوزراء. هو بالامس وخلال اليومين الماضيين اجرى اتصالات هاتفيه مع بعض المرشحين، ولكن اليوم هو بدا بالفعل اللقاءات الفعليه بمقر المجلس، وذلك تمهيدا لان يتم الانتهاء تماما من التشكيل الوزاري بمساء الغد، بحيث تكون الحكومه جاهزه لاداء اليمين الدستوريه اما الثلاثاء او صباح الاربعاء. عايز اقول في تشكيله الحكومه بشكل عام انه اصبح من المؤكد ان هناك نائبين لرئيس مجلس الوزراء، احدهما الدكتور زياد بهاء الدين وهو نائب للشؤون الاقتصاديه، وهناك نائب اخر ترددت الانباء انه يكون نائبا للشؤون الامنيه. البعض رشح احمد جمال الدين وزير الداخليه الاسبق ليكون هذا النائب، ولكن انا اقدر اقول انه بشكل واضح انه النائب الثاني سيكون الفريق اول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء. سيكون نائب مجلس الوزراء لشؤون الامن. لشؤون الامن. مش اللواء احمد جمال الدين زي ما كنا متوقعين. اللواء احمد جمال الدين على ما اعتقد ان هو قد يكون مستشارا لرئيس الجمهوريه للشؤون الامنيه. التشكيل الحكومي نقدر نقول بشكله العام هناك ثلاث او اربعه وزراء مستمرين في الحكومه من الحكومة السابقة، هو وزير الداخلية ووزير السياحة ووزير الاتصالات. هناك ستة أسماء جديدة تدخل الحكومة هذه المرة، ولكن يعرفها عموم الناس ويعرفها رجل الشارع، منها الدكتور حسام عيسى وهو كان رئيس جامعة القاهرة ومرشح لوزارة التعليم العالي، إيناس عبد الدايم التي كانت رئيس الدار الأوبرا وحدث مشكلة بسببها خلال وزير الثقافة السابق مرشحة لوزارة الثقافة، هناك نبيل فهمي السياسي المعروف والسفير المصري لدى واشنطن في السابق مرشح لوزارة الخارجية، لدينا منير فخري عبد
الكل يعرفه كان وزيرا للسياحة في حكومة الدكتور عصام شرف، ولكنه هذه المرة سيكون وزيرا للاستثمار. لدينا الدكتورة درية شرف الدين مرشحة بقوة لتولي وزارة الإعلام، وإن كان هناك اسم آخر مرشح ولكن هي لها يعني الفرصة الأكبر. هناك أيضا أحمد البرعي مرشح للوزارة الجديدة، هي وزارة التضامن الاجتماعي، وقد يضم إليها وزارة التموين بعد أن اعتذر الدكتور جودة عبد الخالق عن تولي وزارة التموين في المرحلة القادمة. هناك ثلاث أربع أسماء جدد للوهلة الأولى لم يسمع عنهما أحد من قبل، وإن كانوا ذات كفاءات عالية خلال هذه المرحلة. مها الرباط كوزيرة للصحة والسكان، محمد موسى عمران لوزارة الكهرباء. هناك اسم تردد لوزارة البترول هو شريف إسماعيل، ولكن منذ قليل أعتقد أنه الدكتور الببلاوي استقر على الدكتور محمد شعيب ليكون وزيرا للبترول. هنا لدينا اسم أخير، الدكتور محمد مختار جمعة عميد كلية الدراسات الإسلامية، وهذا مرشح لوزارة الأوقاف. هذا كل ما لدينا، وأعتقد أن الدكتور الببلاوي على مدار اليوم وغدا سينتهي تماما من لقاءاته بشأن تشكيل الحكومة. إمتى متوقعين أن الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مؤقت؟ على أقصى تقدير يكون يوم الأربعاء صباحا، إن ما كانش يوم الثلاثاء في منتصف اليوم. أستاذ عزة شعبان مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء، بشكر حضرتك على هذه المعلومات الهامة. شكرا. مشاهدينا، زي ما سمعنا من أستاذ عزة شعبان، سيكون هناك نائبان لرئيس الوزراء، أحدهما متخصص في الشؤون الاقتصادية وهو المرجح إن هو دكتور زياد بهاء الدين، والآخر هو المتخصص في الشؤون الأمنية. وزي ما أستاذ عزت قال لنا، من المحتمل أو من المرجح أن يكون الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي. وجود نائب متخصص في الشؤون الأمنية هو شيء هام للغاية، خاصة أن الوضع الأمني في الأسبوعين الأخيرين غير مستقر، وبالذات في محافظتي شمال سيناء ومحافظة القاهرة. اسمحوا لنا ان احنا نبتدي بشمال سيناء، وهناك عدد من الهجمات الارهابيه اللي حصلت امبارح في شمال سيناء. احد هذه الهجمات موجود كان هجوم على كمين امني في منطقه الخروبه بالقرب من العريش، هجوم اخر على محطه كهرباء الوحشي والموجوده في الشيخ زويد، وهجوم ثالث على مبنى قسم اول اللي موجود في العريش. في نفس الوقت الأجهزة الأمنية ما زالت بتواصل جهودها لمكافحة هذه العمليات الإرهابية. تابعنا امبارح وجود مكثف وتمشيط للمنطقة عبر مروحيات القوات المسلحة ومطار لطائرات الأباتشي ومروحيات الأباتشي لسيارات الدفع الرباعي اللي بيستقلها المسلحين الإرهابيين. في نفس الوقت قوات الأمن بتقوم بغلق وهدم الأنفاق اللي بتستخدم في الآونة الأخيرة لتهريب الوقود إلى غزة. تم الإدارة الهندسية في القوات المسلحة بمعاونة الجهات الأمنية عثرت على مضخات كهربائية في عدد من الأنفاق يتم تهريب الوقود من خلالها إلى غزة. الوضع الأمني في سيناء وتفاصيل العمليات العسكرية معنا على الهاتف زميلنا الأستاذ صالح العلاقمي، مدير مكتب جريدة الأخبار في مدينة العريش. مساء الخير يا أستاذ صالح. مساء الخير. أشكر حضرتك على انضمامك لنا. لو حضرتك ممكن تقول لنا آخر الأخبار عن العمليات الأمنية لمكافحة الإرهاب في سيناء. يعني هو متوقع خلال الساعات القليلة القادمة أن يكون هناك حملة موسعة بمشاركة الجيش والشرطة في محاولة لتعقب العناصر المسلحة وتصفية سيناء من البؤر الإجرامية. لأن تردد أن الحملة هتبدأ، يعني بدأت بعملية رصد ومتابعة للعناصر وتحديد للمواقع اللي هيتم استهدافها خلال الساعات القادمة. على المستوى الأكمنة هناك تعزيز للأكمنة بمدرعات الجيش والشرطة في محاولة أيضا لصد أي هجمات من جانب العناصر المسلحة اللي بتتم ما بين لحظة أخرى خاصة في الفترة المسائية. والملاحظ أن هناك بسالة و مواجهه قويه للعناصر لدرجه انهم يعني بيتم استهداف الاكمنه عن بعد، ولذلك ما بتسقطش، يعني لم ترد اي اصابات،
لكن هناك معلومات تفيد انه هناك يعني اصابات وقتلى بين العناصر المسلحه لم يعلن عنها لما يتم رصدها من خلال الطائرات. استاذ صالح، انت بتقول لي ان هناك تغير في شكل الهجمات، ان الارهابيين بقوا بيضربوا نار على الاكمنه من بعد، ما بيحاولوش يقربوا من الاكمنه، مظبوط؟ اه بالتاكيد، لان هو بيحاولش يكون في مواجهه مباشره. يعني الطائرات هي فقط دلوقتي اللي بتستهدف العناصر او الاهداف المتحركه، الطائرات اللي بتستخدم في عمليات الهجوم على الاكمنه. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ صالح العلاقمي، مدير مكتب جريده الاخبار في شمال سيناء. وتغير مبدئي في شكل الهجمات الإرهابية على الكمائن الأمنية بعد تشديد الحراسة وتشديد التأمين وتمشيط المنطقة بطائرات المروحية التابعة لسلاح الطيران، بقى الإرهابيين بيضربوا الأكمنة من بعد، ما بيحاولوش إن هو يقتربوا على للأكمنة، وده تغير تكتيكي هام هنتابعه مع حضراتكم في الأيام القليلة المقبلة. من الوضع الأمني في شمال سيناء إلى الوضع الأمني في محافظة القاهرة، كنا تابعنا مع حضراتكم على مدار الساعات القليلة السابقة محاولات ومسيرات كانت ستتوجه من ربع العدوية يقودها شباب جماعة الإخوان المسلمين إلى مطار القاهرة الدولي. شفنا على إثر هذه الأنباء تكثيف أمني من قوات تابعة للجيش وقوات أيضا تابعة لجهاز الشرطة حوالين المطار. هناك ما زالت هناك استخدام أو وجود أمني كثيف حوالين المطار. معنا على التليفون سيادة اللواء مجدي اليسري، مساعد وزير الداخلية والمسؤول مدير أمن مطار القاهرة الدولي. مساء الخير يا سيادة اللواء، وبشكر حضرتك على انضمامك لينا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير سيادة اللواء، إيه أهم الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين مطار القاهرة الجوي؟ وطبعا مطار القاهرة باعتباره من المواقع المهمة، فاحنا بنكثف القدمات على مدار اليوم سواء في النطاق الخارجي للمطار او المحاور المؤدية اليه او داخل صالات المطار او المحيط بتاع المهبط الطائرة. الخدمات دي مستمرة على مدار 24 ساعة في تكثيف. طبعا الظروف الحالية احنا مكثفين الخدمات بحيث ان احنا نسيطر على اي محاولات للإخلال بالأمن. هل هناك أي معلومات وردت إليكم في الساعات الأخيرة عن توجه عناصر معينة للمطار بهدف يعني إفساد الحالة الأمنية هناك؟ هو طبعا إحنا بنتوقع، يعني بنتوقع في ظل عدم الاستقرار الأمني إن ممكن يحصل عملية توجه للمطار بمجموعات كبيرة، فبنبقى إحنا في تنسيق مستمر بيننا وبين القوات المسلحة على أعلى مستوى بحيث إن إحنا نسيطر على حركة أي تجمعات ممكن تتوجه للمطار بطريقة فاعلة وطريقة فيها الإحكام المطلوب. سؤال أخير سيادة اللواء، إحنا شفنا استخدام للكلاب البوليسية المدربة وتفتيش محكم للمركبات اللي داخلة المطار، هل ده تخوف من دخول أي مواد متفجرة للمطار؟ صح فعلا، بالتأكيد زي حضرتك بتقول، والكلاب البوليسيه على مدار الساعه احنا بنستخدمها في تامين باركات انتظار السيارات. دي بيتم مسح امني كل ساعتين لجميع السيارات الموجوده في الباركات. ده اجراء عادي احنا متابعينه حتى من قبل الظروف اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي، بحيث ان احنا دايما نبقى محافظين على حته الامان بالنسبه للعربيات اللي هي متردده على المطار. أنا بشكرك شكرا جزيلا اللواء مجدي اليسري، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المطار، وكل التوفيق لرجال الأمن في كل الأماكن سواء في شمال سيناء أو في القاهرة وسائر المحافظات علشان يقدروا يقوموا بمهمتهم وواجبهم على أتم وجه. امبارح تابعنا مع حضراتكم كذلك الحالة الأمنية اللي موجودة في محافظة القاهرة بعيد عن المطار. شفنا مجموعات من شباب الإخوان المسلمين بتتوجه من ربع العدوية ورايحة إلى شارع صلاح سالم لليوم الثاني على التوالي. قطع شباب الإخوان المسلمين طريق صلاح سالم وبالتحديد عند منطقة نفق العروبة، مما أدى إلى إصابة المنطقة اللي موجودة فيها نفق العروبة ومنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر بشلل مروري تام. معنا النهاردة في الاستوديو الأستاذ أحمد عبدالله المتخصص في الشؤون الأمنية علشان يقول لنا ما هي الخطوات اللي بنتوقعها في الأيام القليلة المقبلة واللي قد يكون فيها تصعيد من جماعة الإخوان المسلمين. مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير، شرفنا في الاستوديو فندم. مساء الخير. هل إحنا شايفين عندنا معلومات بخطوات تصعيدية على مدى الأيام القليلة القادمة من جانب جماعة الإخوان المسلمين؟
هناك بالفعل خطوات تصعيدية أعلنها شباب الجماعة خلال المليونية التي من المقرر تنظيمها غدا. شباب الجماعة أعلنوا أنه سيتم قطع العديد من الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، وذلك لشل حركة المرور بشكل كامل على مستوى القاهرة الكبرى. سيتم قطع شارع صلاح سالم وكوبري 6 أكتوبر، الطريق الدائري من ناحية المنيب ومن ناحية مدينة نصر، الطريق الدائري المؤدي إلى 6 أكتوبر، وكذلك ميدان رمسيس، وذلك في محاولة لتصعيد خطواتهم احتجاجا على عزل الرئيس السابق والمطالبة بعودته. كل تلك الخطوات التصعيدية استتبعها استنفار للجهود الأمنية. وزارة الداخلية وضعت خطة لمواجهة يعني تلك الخطوات غدا. تعتمد تلك الخطة على تكثيف الانتشار الأمني، خاصة بمحيط قصر الاتحادية وميدان التحرير، لعدم وجود أي نقاط للتماس بين شباب الجماعة وبين المتظاهرين سواء في التحرير أو في قصر الاتحادية. هل عندنا أستاذ أحمد جدول زمني لخطوات التصعيد؟ يعني هل معروف بالنسبة لنا أن في مظاهرة في يوم الفلاني سيتم فيها أعمال تصعيدية معينة زي قطع الطرق وإغلاق المنشآت وما إلى ذلك؟ من المقرر أن يتم قطع الطرق خلال مليونية الغد، ولكن كان الدكتور صفوت حجازي قد أعلن من قبل من أعلى منصة رابعة العدوية أن الخطوات التصعيدية ليس لها سقف، مهددا بحصار منشآت الدولة والدخول في صيام مدني. وبالتالي فالخطوات التصعيدية الواضعة حتى الآن أو المعلنة بشكل صريح هو قطع الطرق خلال مليونية الغد. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد عبد الله المتخصص في الشؤون الأمنية على هذه المعلومات المتعلقة بخطوات التصعيد التي ستتبعها جماعة الإخوان المسلمين في الأيام القليلة المقبلة. مشاهدينا اسمحوا لنا أن احنا نخرج لفاصل قصير، نعود بعده لنستكمل هذه الجولة الإخبارية، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية في استكمال لهذه الساعة الإخبارية من استوديوهات سي بي سي. عودة إلى المشهد السياسي وتطورات المشهد السياسي وجبهة الإنقاذ، أحد أهم التجمعات الحزبية في مصر. جبهة الإنقاذ أعلنت في بيانين منفصلين لها عن عدد من التحركات اللي هتاخدها في الأيام القليلة المقبلة. التحرك الأول هو تفويض من جبهة الإنقاذ للسيد حمدين صباحي والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، وكذلك لرئيس نقابة المحامين الأستاذ سامح عاشور في ان هم يكونوا ممثلين عن جبهة الانقاذ مع رئاسة الجمهورية. وبالتالي جبهة الانقاذ كان لها عدد من التعديلات او التغييرات اللي هي شايفاها ضرورية في الاعلان الدستوري. سيكون هؤلاء الثلاثة من السياسيين الوطنيين البارزين في مصر هم من يمثلون جبهة الانقاذ مع رئاسة الجمهورية. على نحو اخر، جبهة الانقاذ كمان دعت هي وحركات شبابية على رأسها حركة تمرد إلى إفطار جماعي في ميدان التحرير يوم الاثنين والجمعة المقبلين. معنا على التليفون سيادة وزير الخارجية السابق السفير محمد العرابي، وهو أيضا نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو بارز في جبهة الإنقاذ. مساء الخير يا سيادة الوزير. أهلا، مساء النور. أهلا يا فندم، بشكر حضرتك على انضمامك لنا. إيه سبب دعوة جبهة الإنقاذ للمصريين إن هم يتوجهوا إلى ميدان التحرير يوم الاثنين ويوم الجمعة المقبلين؟ هو طبعا حضرتك عارف وتابعت إن جبهة الإنقاذ خلال الفترة الماضية هي قامت بدور رئيسي ورائد في عملية زحف نظام الإخوان، وبالتالي الجبهة كان في كلام في الفترة الماضية طالما ان احنا وصلنا الى الهدف فما جدوى يعني بقاها، ولكن الجبهة رأيت انه لازلنا في مرحلة فيها مخاطر كبيرة، ويجب ان احنا نستمر في دورنا في حشد الجماهير، ان احنا نقف وراء الانجاز اللي حققناه ونحافظ عليه. فبالتالي كانت هذه الدعوة
وان شاء الله تكون ناجحه، وزي ما بنقول دايما ان الجبهه هي اللي يعني تقريبا كانت الاداه الاساسيه في ازاحه نظام الاخوان في الفتره الماضيه. سياده الوزير، في نفس الوقت هناك تفويض من جبهة الإنقاذ للسيد حمدين صباحي والسيد البدوي وأستاذ سامح عاشور للحوار، لبدء الحوار مع الرئاسة. هل هناك نقاط معينة ستثار في هذا الحوار مع المستشار عدلي منصور؟ لا، هو يعني الجبهة عمرها أصلاً ما كانت تعرف منصة لفرد واحد إن هو يعني ينطلق منها لتحقيق أهداف يعني خاصة به. فبالتالي رؤية إنه يكون في هناك توسيع للقاعدة المشاركة من قادة جبهة الإنقاذ المحترمين اللي قاموا بدور طبعا كبير خلال الفترة الماضية. الحقيقة أنا حاسب المؤتمر ما حضرش الاجتماع الأخير ده، ولكن ممكن يشارك طبعا في الجهود القادمة، ما فيش مشكلة في هذا الموضوع. لكن احنا بنشوف انه الجبهة يجب انها تستمر في الاتصال بمؤسسة الرئاسة، وخاصة في عملية التعديلات الدستورية القادمة والمصالحة الوطنية. هيكون لنا دور برضو فيها. مفهوم سيادة الوزير. بالتالي مشاركة القادة الثلاثة اللي حضرتك ذكرتهم أنا بشوف أنها هتكون فعالة ومؤثرة إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا سيادة وزير الخارجية السابق محمد العرابي، عضو جبهة الإنقاذ ونائب رئيس حزب المؤتمر. اسمحوا لنا أن احنا نخرج لفاصل قصير، نعود بعده ونتحدث ونحلل هذا الموقف السياسي مع أحد أهم المفكرين السياسيين في مصر حاليا، وهو دكتور حسن نافع. ولكن سنترككم مع مشاهد من مؤتمر الجمعية الوطنية للتغيير التي تعلن فيه عن موقفها السياسي من الأحداث الجارية. شكرا جزيلا. شكرا استاذ احمد. المؤتمر النهارده احنا قلنا عشان تحديد موقف الجمعيه من الاحداث الجاريه ومن الاعلان الدستوري ومن التشكيل الوزاري. احنا امبارح اصدرنا بيان ادلنا فيه التدخل الاجنبي في شؤون مصر، وخاصه من الولايات المتحده وبعض الدول مثل تركيا التي تحاول حمايه هذا النظام الارهابي، هذه العصابه الارهابيه المسماه الاخوان. طالبنا أيضا بسرعة تقديم محمد مرسي وقيادات الإخوان في القضية، في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، ودي قضية أحيلت إلى نيابة أمن الدولة العليا، ونرجو بسرعة استدعاء هؤلاء المتهمين ومحاكمتهم. إحنا بنطالب المسؤولين في البلد بحسم الموقف الأمني الآن، في فوضى حقيقية في البلد. إحنا عايزين حسم هذا الموقف، الاعتصام السلمي يبقى معتصم في مكانه، لكن لا يمكن أن نسمح بشل البلد وتروية الناس. ده اسمه إرهاب، يجب اعتقال كل من يقطع الطريق أو يروع الناس. أما الاعتصام السلمي فده حق دستوري، احنا مش معترضين عليه. تطبيق القانون مش تطبيق القانون طبعا، يعني كل الإجراءات اللي بنطالب بها إجراءات قانونية. في كلام عن مصالحة الآن، كلام عن مصالحة مع الإخوان ومفاوضات للخروج الآمن. لا خروج آمن لمن قتل، لا مصالحة على دم، المحاسبة أولا ثم المصالحة لمن ينبذ العنف ويرضى بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. الآن موقف الجمعية من الإعلان الدستوري مع الدكتور جمال زهران المنسق العام المساعد الجمعية الوطنية للتغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الجمعية الوطنية للتغيير بتحدد موقفها من إعلانين دستوريين صدر. الإعلان الأولاني كان يوم 6 يوليو 2013 الخاص بحل مجلس الشورى، والجمعية الوطنية بتأيد هذا الإعلان الدستوري لأنه كثيرا ما ذكرت في بياناتها وحست على ضرورة حل هذا الكيان غير الدستوري والكيان الباطل كثيرا، ولذلك هذا الإعلان كان استجابة لمطلب ثوري فوافقنا عليه. أما بخصوص الإعلان الدستوري الثاني اللي صدر في 8 يوليو، حضراتكم كنتم بتتابعوا وما زلتم بتتابعوا حتى الآن مشاهد من مؤتمر صحفي عقدته الجمعية الوطنية للتغيير بتعلن فيه موقفها من الأحداث السياسية الراهنة.
والاحداث السياسيه اللي احنا بنعيشها دلوقتي دي رغم ان هي ما بقالناش غير اسبوعين او اقل من 3 اسابيع على هذه التغيرات السياسيه الكبيره اللي بتحصل في مصر، لكن كل يوم الاخبار اللي فيه اعتقد ان هي تكفي الجرايد لمده شهر. النهارده على سبيل المثال خبر ما قلناهوش في الجوله الاخباريه لان كان هناك اخبار اكثر اهميه بكثير، ولكنه في حد ذاته هو خبر هام للغايه، ان الاعلامي او المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه او المستشار الاعلامي لرئيس الجمهوريه الاستاذ احمد المسلماني اعلن ان رئاسه الجمهوريه ستعقد اولى الجلسات في اطار المصالحه الوطنيه برعايه رئيس الجمهوريه في وقت قريب للغايه. ايه هي تفاصيل هذه الجلسات وماذا نتوقع من عملية علنية ترعاها رئاسة الجمهورية للمصالحة الوطنية الشاملة؟ بيشرفنا النهاردة في الاستوديو احد اهم المفكرين السياسيين واستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافع. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ علي. اهو مساء الخير، انا اليوم عندي في رمضان معلش بيرتبك في الصباح مع المساء. دعوة الرئاسة للمصالحة الوطنية، كنا بنتكلم في الايام اللي فاتت اذا كانت هذه المؤتمرات هتعرف فعلا وهتنجح فعلا في رأب الصدع ما بين التيارات السياسية والواقع السياسي اللي موجود على الارض، هل تنجح هذه المؤتمرات دكتور حسن؟ انا نفسي ان احنا ما يبقاش في مؤتمرات من النوع اللي كان بيتكلم عنه الدكتور مرسي طول الوقت انه يدعو كل الاطراف للحوار. طبعا المصالحة ضرورية جدا ومطلوبة جدا، وبدونها لا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي الذي هو الركيزة الأساسية لدوران عجلة النشاط الاقتصادي من جديد، وبالتالي للعودة إلى الحالة الطبيعية. لكن لكي تنجح هذه المصالحة لابد أن يكون هناك يعني لدى إدارة المرحلة الانتقالية الحالية تصور لقواعد وشروط هذه المصالحة. إنما إذا دعيت كل الأطراف وعملت مكلمة وكل واحد قال اللي هو عايزه يعني تتخندق الأطراف في مواقعها الرئيسية ولن تعثر على أرضية مشتركة يمكن أن تبني فوقها أو على أساسها هذه المصالحة. يعني أنا لغاية دلوقتي مش عارف من هي الأطراف المدعوة لهذه المصالحة وشروط هذه المصالحة والقواعد التي ستقوم عليها، وعندما نعرف بالضبط ما هي الأطراف المدعوة وكيف سيتم إدارة المؤتمرات الخاصة بالمصالحة، لأنه لازم يكون في شخصية محورية مهمة تقبلها الأطراف لكي تدير هذه المصالحة بشكل محايد تماما، ثم يعني تستخلص يعني كل القواعد والشروط والنتائج التي سيتم التوافق عليها، وبدون هذا ستتحول إلى مكلمة ولن تؤدي إلى مصالحة حقيقية. حضرتك كمفكر سياسي وكأستاذ في العلوم السياسية ممكن وأكيد عندك اطلاع على مثل هذه العمليات اللي هي ممكن تكون بتحصل بعد ثورات أو بعد انقسام شديد في المجتمع في دول أخرى، إيه اللي المفروض أن احنا نعمله هنا في مصر علشان بالفعل نحقق نوع من أنواع الوفاق الوطني ما بين المواطنين اللي ليهم توجهات سياسية مختلفة؟ لا، ما فيش تجربة تماثل تجربة أخرى على الإطلاق. المشهد السياسي القائم حاليا في مصر له خصوصية شديدة. نحن تقريبا يمكن الدولة الوحيدة اللي مرت بثلاث مراحل انتقالية متعاقبة، خلالها قامت ثورتين تقريبا، ثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يوليو. في كل مرحلة يعني في كل مرحلة انتقالية قالت مسؤولية إدارتها لجهة معينة. المرحلة الأولى كان قالت الإدارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة منفردا، وبالتالي كان شكل الخريطة السياسية في ذلك الوقت مختلف عن المرحلة الثانية اللي قالت قيادتها أو إدارتها المنفردة للدكتور محمد مرسي، وبالتالي أصبحت جماعة الإخوان المسلمين هي الطرف الذي يقود يعني إدارة هذه المرحلة، وانتهت في النهاية بثورة، ونحن الآن نعود إلى نقطة الصفر من جديد، وعلينا أن نبدأ باستكمال كل المؤسسات الدستورية. مطلوب دستور جديد، مطلوب برلمان جديد، ومطلوب رئيس جديد. فكأننا بالضبط عقب 11 فبراير سنة 2011. أنت الآن في ظل وضع مختلف تماما عن المرحلتين السابقتين. أنت عندك النهاردة تيار ليس صغيرا يقول أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري،
وأن هذا الانقلاب يعني غير شرعي بطبيعة الحال وأنه أسقط الحكم الشرعي، وبالتالي له شروط لكي تستكمل المصالحة، وفي مقدمة هذه الشروط أن يعود الدكتور مرسي رئيسا للبلاد، ثم هو بنفسه يدير هذه المصالحة ويقول لك بقى نحن ممكن منذ هذه اللحظة نقدم التنازلات المطلوبة، ولكن بعد تصحيح. وهل ده سيناريو منطقي؟ غير منطقي وغير ممكن، وهو نوع من إملاء الشروط. ولا أظن أن جماعة الإخوان المسلمين يعني في موقف يسمح لها بإملاء شروطها. لو كانت الجماعة تصرفت بحكمة أكبر لما كنا قد وصلنا إلى هذا الحال، ويعني كان يمكن للدكتور محمد مرسي إذا قام بتقديم بعض التنازلات أن يعني تبدأ العجلة في الدوران وتبدأ عجلة المصالحة، ويقود هو فكرة المصالحة لو كان على استعداد لتغيير الحكومة بالكامل، لو كان على استعداد لتغيير النائب العام إلى آخره من هذه يعني المطالب التي رفعتها المعارض، لكنه لم يفعل. فالنهاردة بقى مش بعد ما قامت الثورة وتدخل الجيش تستطيع أن تقول لا لازم يرجع المرسي ويعمل اللي أنتوا كنتوا عايزينه، هذا كلام غير منطقي. لكن للأسف أنه جماعة الإخوان تقودها يعني أو يعني قيادة جماعة الإخوان حاليا هي قيادة متشددة وفي و و و و و ولا تتبنى موقفا مرنا يسمح بإجراء هذه المصالحة. هناك يبدو يعني حسب ما يتردد هناك انقسامات داخل جماعة الإخوان، هناك تيارات شبابية يعني تريد أن تحاكم المسؤولين داخل الجماعة الذين أوصلوا البلاد إلى هذا الوضع وأوصلوا الجماعة إلى هذا الوضع، وهو وضع يعني ليس صحيا على الإطلاق بالنسبة للجماعة. ده يتعارض شوية مع تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية بتقول إن المعتصمين جوا ربع العدوية ما بيسمعوش حد غير قيادتهم وما بيستجيبوش لحد غير قيادتهم، وعندهم إيمان كامل إن اللي بتقوله لهم القيادات هو الصدق واللي بيقوله أي حد تاني هو الكذب. خطورة وجود هذا النوع من الأتباع أو المؤيدين في مكان واحد على المجتمع شكله إيه؟ احنا عارفين ان جماعة الاخوان المسلمين لها بنية تنظيمية خاصة ولها فكر خاص ولها قواعد خاصة تقوم عليها، فكرة او مبدأ السمع والطاعة، فكرة المبايعة الى اخره. وهناك انشقاقات من داخل جماعة الاخوان المسلمين، هناك يعني رموز كبيرة كانت اعمدة اساسية داخل الجماعة وخرجت من الجماعة اما مطرودة واما انسحبت بمحض ارادتها الى اخره. ويعني ما كتبه هؤلاء يعني يمكن أن يلقي الضوء ساطع على الإشكالية الحقيقية داخل الجماعة. فكرة الدفاع عن التنظيم حتى الموت، يعني هو بقى بينسى في واقع الأمر الأفكار التي قامت على أساسها الجماعة، بينسى الأهداف اللي بتسعى إليها الجماعة، ويتحول التنظيم إلى في حد ذاته إلى صنم يتعين الدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة. وده اللي خلى جماعة الإخوان المسلمين تحكم العملية التنظيمية وبالتالي تسيطر على أتباعها تقريبا سيطرة تامة، وبالتالي كل من يخرج منها يصبح منبوذا أو مطرودا، أما الجماعة فتبقى. أنا أظن أن الجماعة تواجه لأول مرة وضع جديد تماما، لأنه لم يسبق لها أن خاضت تجربة الحكم، وبالتالي هناك تجربة يتعين تقييمها. وأعتقد أنه الأعضاء الجماعة وخاصة الشباب غير راضين عن أداء القيادات خلال هذه المرحلة، واتخذت مواقف أوصلت البلاد إلى المأزق الذي تعيش فيه. السؤال بقى إلى أي مدى يعني هذا التيار قوي داخل الجماعة؟ أنا أعتقد أنه هذا التيار سينمو، لكن كم من الوقت يحتاج لكي يفرض على قيادة الجماعة أن تجري حوارا داخليا وأن تجري نوعا من النقد الذاتي الداخلي وأن تقيم ما حدث وأن تحاسب المخطئين وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لكي تتطور هذه الجماعة بما يسمح لها من إنقاذ نفسها. ومن شايف أن قدامها فرصة للتطور، مش شايف أن اللي بيحصل ده هو نهاية جماعة الإخوان المسلمين كتيار سياسي؟ هو ممكن يبقى ده وممكن يبقى ده، ممكن هذا يتوقف بقى على يعني مصير الحوار الداخلي، مصير عملية النقد الذاتي الداخلي. إذا تصلبت قيادة الجماعة ورفضت هذا الحوار ودخلت في عملية تصادم مع
هي في الواقع هتتصادم بقى مش مع نظام حاكم مستبد كما كان الحال قبل ذلك، ولكنها ان تصادمت فسوف تتصادم مع بقية الشعب المتحد مع الجيش في هذه المرحلة، لأن أداء جماعة الإخوان المسلمين خلال المرحلة السابقة يعني أدى في واقع الأمر إلى كوارث وإلى التأثير حتى على الأمن الوطني نفسه وعلى معيشة المواطنين. طب وحضرتك من معرفتك بقيادات الجماعة، مش معرفة كأكاديمي، معرفة كشخص يعمل في العمل العام، دكتور محمد بديع، مهندس خيرت الشاطر، سعد الكتتني وغيرهم، محمود حسين وغيرهم من قيادات الجماعة، تعتقد أن هذه الشخصيات بما تعرفه عنهم قابلين لأن هم يعودوا تاني على مائدة الحوار ويتكلموا على مصالحة وطنية؟ لا أعتقد ذلك، وإن كان الأمر يحتاج إلى بعض الوقت. هذا سيتوقف على الطرف الآخر أيضا، ما هو المشكلة بتبقى يعني عندما يكون هناك حالة استقطاب وتكون هناك جماعة يعني خارجة يعني هي أحد طرفي الاستقطاب، على الطرف الآخر أن يقدم أطروحات أيضا، فما يعني الأمر سوف يتوقف على هذا التفاعل أو هذا الحوار المحتمل بين الطرفين، ماذا يقدم الطرف المنتصر، يعني في حاليا فعلا طرف منتصر وآخر مهزوم، ماذا يقدم الطرف المنتصر للمهزوم؟ هل يقدم له طوق نجاة؟ هل يسحبه في اتجاه مصالحة حقيقية؟ طب يقدم له إيه بالفعل يا دكتور حسن؟ يعني مؤسسة الرئاسة والأحزاب السياسية الأخرى إيه اللي في إيدها ممكن تقدمه بالفعل ممكن يكون مقبول لجماعة الإخوان المسلمين لتعود إلى المصالحة الوطنية والشعب المصري ككل؟ أنا رأيي فيما عدا الإصرار على أن يعود الدكتور مرسي رئيسا للدولة كشرط يعني إذا تخلت جماعة الإخوان عن هذا الشرط كل الأمور الأخرى يمكن أن تكون مطروحة للتفاوض وقابلة للتفاوض، يعني بمعنى أنه لا يجب على جماعة الإخوان المسلمين لأنه شرط مستحيل ولأنه يعني يمكن أن يضيع كل شيء. الشعب يعني أحس أن عبئا كبيرا جدا انزحى من كاهله، ولكنه يدرك في الوقت نفسه خطورة استمرار الانقسام وخطورة لجوء الجماعة إلى العنف، وبالتالي من مصلحة الجميع سواء الجماعة أو المجتمع أن تكون هناك أرضية مشتركة تسمح بأن تشارك الجماعة في بناء أو في إدارة حتى المرحلة الانتقالية القادمة. يعني الحديث يكونوا وزراء يعني يا دكتور حسن؟ نعم ممكن يكونوا وزراء، يكون في أعضاء ممكن تعرض عليها لو قبلت، وأظن أن ده كان في ذهن الحكومة الحالية يعني، بس صعب قوي أنك أنت تبدأ بأنك أنت تطلب من جماعة الإخوان أن يشتركوا في حكومة قبل أن تصل إلى نتائج للحوار، لأن مجرد مشاركة أحد أعضاء الجماعة في الحكومة معناها القبول بالأمر الواقع، ومعناها أنك أنت يعني انخرطت في إدارة مرحلة جديدة دون أن تكون موافقا على. إنما اللي المفروض يحصل بقى وأنت تدعو للحوار أنك أنت تخلي موضوع الحكومة مفتوح وقابل أن الجماعة تنخرط فيها أو تشارك فيها في مرحلة لاحقة، أن يكون قانون الانتخابات القادم القانون الذي ستجري على أساسه الانتخابات الرئاسية، سياسة الدولة في المرحلة الانتقالية القادمة، يعني يمكن أن تكون بتوافق الآراء من خلال صيغة معينة يجب أن يتم بحثها. إنما ما ينفعش منذ اللحظة الأولى أنك أنت تيجي وتقول أنا أفرض شروط، يعني أنا ما أريد أن أصل إليه أنه هل يمكن إدارة المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستطول لما يقرب من عام بمشاركة كل الأطراف، أم أنها ستتم من خلال رؤية الطرف المنتصر وسنتعامل على أساس أن هناك طرف منتصر وطرف مهزوم. أنا أتمنى أن تنضج جماعة الإخوان المسلمين بما فيه الكفاية لتتخذ المواقف التي تحتوي على مرونة كافية تسمح بالذهاب إلى منتصف الطريق والمشاركة، وأيضا أن يكون لدى الطرف بين قوسين المنتصر في هذه المرحلة ما يكفي من المرونة ليدرك خطورة الاستقطاب الحالي، وبالتالي يقدم من التنازلات ما يسمح للجميع بالمشاركة على أرضية وطنية بحتة. بس أنا شايف أنه على الأمد البعيد ما
مطلوب من جماعة الإخوان المسلمين أن تأخذ قرارا استراتيجيا أظن أنه لا بديل عنه. إيه هو؟ وهو حل جماعة الإخوان المسلمين والاكتفاء بحزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسي، لأن احنا في وضع لا يمكن احتماله ولا يمكن قبوله. يعني كان من الممكن أن نحتمل وجود جماعة الإخوان المسلمين وأن تمارس هذه الجماعة عملا سياسيا وعملا دعويا، يعني بنفس التركيبة اللي قامت منذ تأسيسها على يد حسن البنا في سنة 1928 لما ما كانش فيه للجماعة حزب، وكانت الجماعة نفسها بترفض قيام حزب، والظروف السياسية لم تكن تحتمل إنشاء حزب خاص بالجماعة. الآن وقد أصبح للجماعة حزبها السياسي، فكل من يريد المشاركة في العمل السياسي يمكن أن يقوم بذلك من خلال الحزب وليس من خلال جماعة تقوم على السمع والطاعة وتقوم على المبايعة، لأن فكرة السمع والطاعة وفكرة المبايعة تتنافى مع أبسط قواعد العمل الديمقراطي وقواعد المشاركة السياسية. وبالتالي لا يستقيم أبدا أن يبقى في جماعة هذه تركيبتها وهذه أيديولوجيتها ويبقى في حزب سياسي، ليتبنى الحزب السياسي أي مرجع فكرية يريدها، لكن الجماعة كجماعة بهذا التركيب لا 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 يمكن إطلاقا أن تتعايش مع نظام ديمقراطي. دكتور حسن، وإحنا بنتكلم على مشاركة الإخوان المسلمين في الحكومة وأن ده يعتبر زي ما نقول اعتراف ضمني بما حدث من جماعة الإخوان المسلمين، وده شيء مستبعد قبل أن يتطور الحوار إلى مرحلة مقبولة. عايز أخذ حضرتك إلى تشكيل الحكومة بقالنا فترة دكتور حازم الببلاوي بيحاول إن هو يعمل حكومة عليها نوع من أنواع الإجماع. طبعا احنا مش بنتكلم على إجماع يشمل أو يشتمل على جماعة الإخوان المسلمين، ولكن بنتكلم على إجماع مقبول ما بين الفصائل السياسية اللي موجودة. رؤية حضرتك للأسماء المبدئية المطروحة وشكل أداء الحكومة حتى الآن، شكل الأداء المفاوضات علشان نعمل هذه القائمة الأخيرة حتى الآن، إيه تقييمك ليها؟ لا أنا مش عايز أدخل في الأسماء، إنما أنا عايز أقول إنه مفيش معايير واضحة بتحكم تشكيل الحكومة. يعني أنت في البداية بتقول أنا عايز أعمل حكومة تكنوقراط، هل هذه حكومة تكنوقراط؟ بالتأكيد لا، لأنه أولا حتى الذي كلف بتشكيل الحكومة في البداية هو الدكتور البرادة، والدكتور البرادة شخصية سياسية وهو رئيس حزب الدستور. حتى زياد بهاء الدين عضو القيادة، يعني أحد القيادات العليا في حزب الديمقراطي الاجتماعي، نفس الشيء بالنسبة للدكتور حازم الببلاوي. وبالتالي أنت أمام شخصية حزبية في واقع الأمر، فلا تستطيع أن تقول أن هذه حكومة تكنوقراط حتى ولو كان يرأسها شخصية يعني اقتصادية أو شيء من هذا. رقم واحد. رقم اثنين، أنا شايف أنه كان الأفضل أن يكلف صراحة، يعني رغم كل تحفظاتي وخلافاتي المعروفة على الدكتور البرادعي، إنما الدكتور البرادعي هو الشخصية المناسبة في هذه اللحظة لتشكيل الحكومة. فلماذا تم التراجع عن تكليف الدكتور البرادعي بتشكيل الحكومة لمجرد أن حزب من الأحزاب اعترض على هذا؟ طب أنت بقى عشان تعالج المشكلة دي عملت حركة التفافية، فعينت الدكتور البرادعي نائبا لرئيس الجمهورية، والمفروض أنه عندما يكون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيس مؤقت، فليست هناك أي حاجة لتعيين نائب رئيس الجمهورية. وكمان الدكتور البرادعي اشترط لقبول منصب نائب رئيس الجمهورية أن يتولى بنفسه إدارة ملفات معينة. وحتلاحظ حضرتك أنه كل المشاورات الخاصة بالحكومة تمت في حضور الدكتور البرادعي اللي هو نائب رئيس الجمهورية، وفي حضور الدكتور الببلاوي المكلف رسميا يعني تشكيل الحكومة، وحضور الدكتور زياد بهاء الدين الذي قبل منصب نائب رئيس الحكومة. فكأنه ده بيديك انطباع ايه؟ ان الدكتور البرادعي هو في واقع الامر المحرك الاساسي لعملية لتشكيل الحكومة، وهو الذي يختار الوزراء وله تقريبا حق الفيتو، او هو الذي يعني يقبل في نهاية المطاف. طب ما كان أظن معايير الشفافية كانت تقتضي حتى لا أدخل في هذه المتاهة أن أنا أكلف الدكتور البرادعي مباشرة باعتباره رجل المرحلة وفي قبول من الشباب إلى آخره، وجرب الرجل وشوف قدراته، والله إذا نجح سيصفق له الجميع، وإذا فشل يبقى تحمل المسؤولية. إنما الدكتور البرادعي بمنصبه كنائب رئيس جمهورية
يعني يملك سلطة، يعني هو المحرك وراء ستار، لكنه ليس مسؤولا ولا يتولى منصبا تنفيذيا، وهذه مسألة بالغة الغرابة. احنا هنترك هنتوقف عن هذا التساؤل الهام جدا، ان هي كيف ستقول الامور في الحكومة اللي بيقودها دكتور حازم الببلاوي، ولكن واضح ان فيها نفوذ قوي جدا لدكتور محمد البرادعي. بشكر حضرتك على وجودك معنا دكتور حسن نفاع، استاذ العلوم السياسية واحد اهم المفكرين السياسيين في مصر حاليا، نورتنا فندم. اشكرك. مشاهدينا دي نهاية ساعتنا الاخبارية، نلتقي مع حضراتكم كل يوم من الساعة 12 حتى الساعة 1 ظهرا. بشكركم للمتابعة.